صباح الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كامل مزيان، تكون صحتكم مزيانه. مرحبا بكم معنا في فلوج جديد. كنعتذر منكم بزاف، كنعتذر منكم لاننا ما قدرناش نحطوا لكم فلوج في نهار السبت اللي فات، لاننا ما كناش هنايا. اكرام كانت شويه محتاجه شويه ديال اللمه العائليه وهذه، دونك هبطنا بالقصيري، مشينا شفنا الدار ديالنا، مشينا شفنا الدار ديال الاكرام الى اخره، وما قدرناش نصوروا لكم. اون بليس ما كان ما يتصور، نتوما عارف انك تكون العائله وهذه، دونك تتنسى شويه الكاميرا وتتولي تفكر في الاهل ديالك، تجلس تضحك الى اخره، دونك ما قدرناش نصوروا لكم. كنعتذر منكم بزاف. كيفاش شفتوا صوتي باقي منغنغ؟ يلاه فقط دابا فقط قلت غادي نحاول ما امكن نكسر هذا الروتين اللي غادي نبيه انا واكرام دابا حاليا، لان ولات في البدايه ديال الحمد لله كتحس بديك الدقديقه، كتحس بداك الارتخاء، كتحس يعني انتم عارف الاعراض ديال الحمل الى اخره. دونك انا نحاول ما امكن، بمناسبه ما انها وصلت للمليون، وصلت للمليون في انستغرام، كنباركوا ليها وكنبارك ليها من هذه البلاصه هذه. تنبغي نقول ليها باللي الجهد ديالك والتعب ديالك ما غاديش يمشي هباء منثورا. اكيد اي حاجه، اي حبه كتزرعها في الدنيا كيف ما بغات تكون غادي يكون عندها الثمار ديالها. اهم حاجه هو انك او انكم نتوما يعني كما كنقولوا تحاولوا ما امكن انكم تثبتوا بداك الشيء اللي باغين، تثبتوا بالقرارات ديالكم، تثبتوا بهذيك هذيك البذره اللي غرستوها، تثبتوا بها واكيد غادي تعطي الثمار ديالها. مهم، ما عرفتش غادي يكون داك الشيء بسيط، غادي نحاولوا ما امكن اننا نفرحوها، غادي نحاولوا ما امكن اننا واخا المهم نخليوها تبتسم، نخليوها تبدل هذا الروتين اللي عندها، غادي نصايبوا لها شي فطور زويون، غادي نديروا لها داك الشيء ديال البالونات وهذا الشيء الى اخره. تخيلوا معايا، يلا قررت نسالي ونحس اكرام تفتح الباب وانا نقول له داي. قلت له بدي حوايجك، راه موجد لك واحد المفاجاه. اوكي شوف شنو درت، ماشي هادشي واش خسر الديكور ولا خصني نشعل هادو؟ نشعل هادو، ماشي داكشي داكشي لقد الحاله صافي، داكشي اللي عرفت نديرو. المهم هنا درت لها اللعيبه ديال المليون زعما في انستغرام، ودرت اختاريت اللون البيض والاحمر في النفيفخات على اساس زعما انستغرام راه فيه الاحمر والبيض، فاش كنت داخل واحد البنفسجي شويه ولكن دخلته هنايا وقيله ما عرفتش. المهم شوف واش عجبها هادشي ولا لا. يا اوكي خرج، غمض عينيك. لا هنا عندي، هنا جيت الكوزين. غمض عينيك تنقول لك فتحيها. اوكي عمري توحش اكرام هاي. واحد زوج ثلاثة. صراحة ما صحابنيش هادشي كله. ويلي عرفتي هذا اللي تحيد عقوك وحيد الحي. ياك دابا كنت فكري في هادشي، كنت فكري في هادشي، شوفي ما شتي والو، ما بالك حتى شي حاجة غريبة. مليون مبروك المليون. واخا تعطلت زعما كنت صيفط لي ميساج، واخا تعطلت واخا تعطلت زعما ما كانش كيسحب لي صافي يعني دازت. اوكي مبروك عليك. واش سمعت؟ ما شفتكش اصلا، سمعت ما وريتهمش. سمعت سمعت. هاي هاي جبت الكيسان. ايوا شتي باش ما تقوليش رانا كنت ساكت. خبارك واحد الحاجة راه توحشوك الناس، ماشي شباني بزاف. بزاف ديال الناس كيسولوا عليا. أنا قلت لهم باللي راه ما حطينا لكمش فلوغ على حساب أننا مشينا للقصيري وما صورنا لكمش. وقبل بالقصيري صراحة ما كناش كنحطو.
المهم هاد الايام كلهم هاد جوج سيمانات كلهم صراحه دازو عندي مخربقا، اغلبيه كنت كنبقى انا عسا الروتين ديالك تبدل ليك ما بدات تفرحك ولا لا دابا يا سجي سجي اوكي يلا نبداو بسم الله. اخبارك واحد الحاجه اليوم عارضه عليك الغدا. هاي 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 يس. اخبارك واحد الحاجه اخرى اليوم غيكون عندك واحد الكاضه في الليل، واحد المفاجاه اخرى في الليل. مرحبا بكم. اوكي جينا لهنايا غادي نتغداو هنايا فهاد البلاصه زويونه دايرين هاد الشجيرات واعره. شوفوا على المنظر كي داير، منظر زوين بزاف. كيعجبنا نجيو انا واكرام لهاد البلاصه، ديما كنتغداو هنايا. اكرام ديما ملي كتجي لهاد البلاصه كتاخد هادي تهز عليها الاكله. صحتك. اوكي الغدا وصل. اكرام شوف شنو قريت، كانت مسهليه بزاف. فاطمه شنو قريتي فاطمه؟ شي حاجه كامله. صحتك. صحتكم. يلا لقيتوني وصلت اكرام وفاطمه للدار. تخيلوا معايا راه تفكيت منهم بمشقه الانفس. ما يمكنش، راه ما يمكنش. ما بغاوليش. فينك؟ فين غادي؟ وعلاش؟ وشنو غادي دير؟ ياك ماشي مفاجاه اخرى، صافي بارك هادي الى اخره. وانا ياك نقول لهم على لا راه عندي شي غرض مهم وهادي مهم تفكيت منه. دابا الفكره اللي بغيت ندير هو ان واحد الصديقه ديالنا عندها واحد لانيف وعرضت علينا البارح، وحنا اليوم غادي نمشيو لعندها. وبالاخبار اكرام هدرت مع ديك الصديقه ديالنا وقلت ليها باللي غدا ان شاء الله بغيت ندير لاكرام واحد المفاجاه، اكيد غادي تكون بسيطه حتى غيسالي لانيف كامل، وعاد غادي ندخل انا واحد لاطارت وغادي نفاجئ بها اكرام. صونات عليا السيده مولات لاطارت قالت لي باللي راه وجدات اجا ليها، وانا لقيتوني غادي نمشي ليها دابا واكيد غادي نصورها لكم. واخيرا وصلت لاطارت. شوفوا كيفاش جات ناضيه، ما كنتش متوقع كاع غادي تكون فحال هكا، ما بغيناش نخسروها. المهم درت فيها اللوغو هنايا ديال الانستغرام، و درت ديك التصويره ديال المليون باش اكرام القناه ديالي انا واكرام وصلت للمليون، درتها هنايا وكانت بالبيض، وكنظن غادي تعجب اكرام بزاف. كل لحظه تتعيشها وانت فرحان ومفتخر براسك فهذا كيعني انك كافحتي وتعذبتي باش وصلتي لهاد البلاصه اللي انت فيها دابا. مهما يكون ضغط على راسك ورسم طريقك وحقق الهدف ديالك، حتى حاجه ما تجيب السهل، كل هدف وعنده الطريق اللي فيه المنعرجات ديالو، خطوه بخطوه حتى غادي توصل للمبتغى ديالك. هادشي شفتو وعشتو مع اكرام اللي خطوه بخطوه تتحقق مبتغاها واهدافها، اكيد هادشي كامل من بعد عراقيل كبيره اللي واجهتها، ولكن تغلبت عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العزيمه ديالها. مبروك عليك يا اكرام، فرحنا لك من كل قلبنا. شكرا. تستاهل.